السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية. معكم حمزة من قناة ميدزيديو. اليوم إن شاء الله رح نبلش بالشابتر الأول في مادة الصيدلانيات. رح نحكي عن الـ Introduction for Pharmaceutics. رح نحكي مقدمة عن مادة الصيدلانيات. طبعا هاي بيضح الدكتور رح يحكي عن Pharmaceutics بشكل عام، Previous Courses، رح يحكي عن المواد اللي خذناها قبل هيك، راح يحكي عن الكورس اوتلاين بالنسبه للماده، راح يحكي عن تيتشينج بروسيجر كيف راح يدرسنا الماده، وراح يحكي ايضا عن الاسسمنت ميثود طرق الدراسه. بالنسبه للفارماسي بشكل عام راح نبلش نحن هلا ان شاء الله بالشابتر. الفارماسي هي ساينس اند تكنيك اوف بريبيرينج ا ديسبنسينج دراج. الصيدله هي العلم او التقنيه لتحضير الديسبنسينج دراج، يعني الأدوية المصروفة اللي نحن بدنا نصرفها. ففي عندنا كتعريف الفارماسي هي علم وتقنية، هي ليست علم نظري وإنما هي علم عملي تطبيق، إنه نحن نصنع دواء، نعمل دواء، نصرف هذا الدواء أو الدواء المصروف، فنحن لازم نحضر هذا الدواء. فبالصيدلانيات بالفارماسوتكس راح نركز على الدوزج فورم وعلى البريبريشن تبعها. A drug is defined as agent intended for use in diagnosis, treatment or prophylaxis of disease. بشكل عام أو أشمل مصطلح بالنسبة للدرج، إذا جينا لتعريف الدرج الدواء، هو بشكل عام هو عبارة عن agent، هو عامل، لأنه الدواء ممكن يكون solid، ممكن يكون liquid، ممكن يكون gas dosage form تبعه أو إلى آخره، أو طريقة الدواء أو آلية أخذ الدواء فبتختلف. فمشان نعمم نحن التعريف حكينا انه هو عبارة عن agent intended for use، انه هو العامل المستخدم من اجل التشخيص والعلاج والوقاية من الامراض. فهاي اهم ثلاث شغلات بيتميز فيهن الدواء، انه هو من اجل التشخيص، نحن ممكن خلال الدواء نشخص شو حالة المريض، او الدواء يستخدم لتشخيص حالة المريض، ممكن نحن نعالج فيه المريض، ممكن نتخذ الدواء من اجل الوقاية. في عندنا بالنسبة لتطوير الدواء، عملية تطوير الدواء أو إذا بدنا نصنع نحن مثلا دواء أو بنكتشف دواء أو إلى آخره، أول شيء لازم نعمل إشي اسمه drug design، لازم نعمل design للدرج، إنه شو هي المركب أو شكل المركب اللي بيكون موجود، أو شو هي المكونات اللي ممكن تكون موجودة ضمن هذا المركب. لازم نعمل design بالنسبة للدرج. أول إشي، هل هو الدرج لازم يكون solid؟ هل هو مناسب انه يكون ليكويد؟ هل هذا الدواء مناسب انه يكون على شكل غاز او سيمي سوليد او الى اخره؟ تمام. فبالبدايه لازم نحدد نحن الديزاين تبع الدرج. ثاني شيء بنعمل له فارماكولوجيكال تيستينج، نعمل اختبارات فارماكولوجيه بالنسبه للدواء، نعمل اختبار للدواء على الجسم، مش على جسم الانسان، مش على جسم الانسان مباشره، لانه احتمال هذا الدواء يكون سام او ممكن يسبب الوفاه. فنحن بنعمل ظروف تشابه ظروف جسم الإنسان، نعمل إدخال لهذا الدواء على هاي الظروف تشابه الظروف اللي موجودة في جسم الإنسان، لحتى نعرف إنه هذا الدواء مناسب ولا مش مناسب. بعد هيك بنشوف الفورموليشن أند دراج ديليفري، بنشوف تركيبة الدواء كيف لازم تكون، بنركب الدواء وكيف لازم يصل. زي ما حكيت لكم، هل هو ممكن يكون أورالي عن طريق الفم، عن طريق مثلا الانجكشن، عن طريق الانهيليشن الى اخره، انه كيف نحن ممكن نوصل الدواء. بعد هيك رح نشوف البري كلينيكال ستدي، اللي هي الحاله او الدراسات ما قبل السريريه، ممكن يستخدموها على الحيوانات، على الفئران بشكل عام او بشكل واسع، بيستخدموا هاي بيعملوا ابحاث او ممكن انه يجربوها على الفئران، فهي بنسميها مرحله بري كلينيكال. بعد هيك رح تيجي الكلينيكال ستدي، بعد ما يشوفوا انه صار في نجاح بالنسبه لهذا الدواء على الفئران او في مرحله بري كلينيكال، رح يتطوروا او يتقدموا للخطوه اللي بعدها، اللي هي انه يعملوه على الكلينيكال ستدي، بيجيبوا بعض المرضى وبيجربوا عليهم هذا الدواء. بعد هيك رح يعملوا ريجستريشن، رح يسجلوا هذا الدواء اذا سجل نجاح، طبعا رح يسجلوه بمنظمات الغذاء والدواء المنتشره حول البلدان. بعد هيك، بعد ما سجلوه خلاص بصيروا يصنعوه، بيعملوا مانيفاكتشرينج اند ماركتينج وبيسوقوا له، وبعد هيك اخر شيء الصيادله بصيروا يعملوا ديسبنسينج فولو اب، يعني انه بصيروا يصرفوه بالصيدليات. فهاي بشكل اساسي مشان نحن نحتوي الموضوع، مشان نفهم شو كيف نحن ممكن مثلا اذا بدنا نصنع دواء.
ان شاء الله اذا اي حدا بده يختص بهذا المجال، انه يعمل مثلا في مجال تصنيع الدواء او الريسيرش او اي فرع من فروع الصيدله، فهاي الخطوات راح تحتوي على العديد من التخصصات. بالنسبه للدراج ديزاين هذا يعتبر تخصص لحاله، في عندنا الفارماكولوجيكال تيستينج، في عندنا الفورميليشن والبري كلينيكال والكلينيكال ستدي، هذول كلهم تخصصات ممكن يكونوا مختصين فيهم. حتى المانيفاكتورينج بنلاقي فيه 4-5 تخصصات ممكن يكون لطلاب الصيدله. ما هي الديسبلاين اوف فارماسي، تخصصات الصيدله اللي ممكن نحن بشكل يعني الخطوط العريضه لتخصصات الصيدله؟ في عندنا الميديسينال كيمستري اند فارماكوجنسي، في عندنا الفارماكولوجي الادويه ممكن يختص في علم الادويه، ممكن يختص في الفارماسيوتكس صيدلانيات، ممكن فارماسي براكتس انه ممارس صيدلاني. بالنسبه للفارماسيوتكس الصيدلانيات، شو تعريف الصيدلانيات؟ بشكل عام عندنا الصيدلانيات the general area of study concerned with the formulation, manufacture, stability and effectiveness of pharmaceutical dosage form. يعني بالخط الأحمر مكتوب عندنا dosage form، معناته الفارماسيوتكس هي بتهتم بالdosage form. شو الشغلات اللي بتركز عليها دراسة الفارماسيوتكس بالنسبة للdosage form؟ اللي هي الformulation اللي هي التركيبة تبع الدوسج فورم، المانيفاكتشر اللي هي صناعته، الاستابيليتي هي بشكل أساسي ومتلازمة معنا في دراستنا للصيدلانيات بشكل مطول، يعني على طول السيمستر تبع الصيدلانيات لازم نحط في بالنا الاستابيليتي اللي هي الثبات أو الحفاظ على الدوسج فورم لمدة أطول. الإفكتيفنس الفعالية أكيد لازم يكون عندنا الدوسج فورم فعال، وإلا شو بدنا فيه أو شو نحتاج فيه. هاي الخواص اللي نحن بنركز عليها بالنسبة للدوسج فورم، إذا formulation, manufacture, stability, effectiveness. The dosage form are composed of medicinal agent and non-medicinal agent اللي هنا الإكسيبيانت. The dosage form اللي هي المادة أو الشكل الدوائي أو الشكل الصيدلاني للدواء راح يحتوي على مكونين أساسيات اللي هن medicinal agent اللي هي المادة الفعالة أو المادة أو الدواء اللي نحن بدنا نأخذه. اكيد هذا الدواء نحن ما نحطه بنسبه 100% بالدوسج فورم لحتى نعطيه للمريض، لا، لازم يكون في معنى نون ميديسينال ايجنت او مواد او عوامل غير طبيه بتكون هي عباره عن اكسيبيانت، هي شوائب او مواد زائده تستخدم لحتى تكمل دور الميديسينال ايجنت. كيف يعني؟ نحن لما بدنا نعطي مريض دواء، هذا الدواء اكيد ما راح يحتوي على الماده الفعاله بنسبه 100%، وانما بيكون بيحتوي على مواد اخرى بتسهل طريق هاي المادة الفعال حتى توصل للأكشن، المكان اللي بتتعمل فيه التأثير effect action. طبعا بنعرف احنا انه الدواء خلال الجسم راح يمر بعدة مناطق بعدة احوال، راح يكون ممكن يكون في عندنا اوساط مثلا حمضية اوساط قاعدية، فراح تتأثر هاي الميديسينال ايجنت. فالنون ميديسينال ايجنت او الاكسيبيانت هي راح تحمي الميديسينال ايجنت من التأثر او من التغير او من التخريب. فالفارماسيوتكس convert a drug into a medicine، الصيدلانيات راح تحول لنا الدواء الى ميديسين. ميديسين شو يعني؟ الميديسين هي او عباره عن اكتيف فارماسيوتيكال انجريدينت، الماده الفعاله زائد اكسيبيانت. ففي ماده الصيدلانيات راح نتعرف شو هن الاكتيف فارماسيوتيكال انجريدينت، وراح نتعرف شو هن الاكسيبيانت اللي موجوده ضمن الادويه بشكل عام. فالفارماسيوتكس بتركز على انه الدواء شو بيتكون، ماده فعاله واكسيبيانت. فهون نحن بنعرف انه ليش نحن ممكن نستخدم الاكسيبيانت او البوتنت تبع الدرج اللي هو الفيلر، ممكن نحن الدرج ما نحطه في ممكن او عفوا ممكن نحط الدواء ضمن فيلر، ضمن مثلا كبسولات، او ممكن يكون في عندنا اكسيبيانت على شكل فيلر او بوتنت. فبنلاحظ انه عندنا الادويه مثل نيتروغليسيرين بيكون الدوز تبعها 0.4 ميلي جرام، فهي صغيرة جدا فما راح نقدر نتحكم فيها لحتى نعطيها للمريض، فأكيد لازم نحطها مع فيلر أكبر مشان نتحكم في إعطائها للمريض. وعندنا الإيثيلين استراديول بنلاحظ أنه جدا صغير 0.05، فهي ميلي جرام يعني رقم يعني ما بنقدر نوزنه ولا بنقدر نتحكم فيه، فنحن ممكن نستخدمه مع فيلر من أجل أنه نعطيه للمريض لحتى نتحكم بالجرعة.
لشو احنا ممكن نستخدم الفيلر او البوتنت او بشكل عام الاكسيبيانت، شو هي الخواص تبع الاكسيبيانت او لويش نحن ممكن نستخدم الاكسيبيانت؟ تمام، في عندنا اول شيء مشان تو بروتكت ذا دراج، لحتى نحمي الدواء زي ما حكيت لكم، لانه الدواء ممكن يمر عبر اوساط حامضيه، اوساط قاعديه، ممكن يكون اوساط معتدله، وهذا الشيء ممكن ياثر على طبيعه الدواء. تو ماسك ذا تيست اور اودر اوف دراج سبستانس، بعد نحن بنعرف انه الادويه هي عباره عن مواد، يعني 99% منها هي مواد كيميائيه، اكيد راح يكون طعمها ورائحتها غير مستساغ بالنسبه للمريض او بالنسبه للانسان بشكل عام. فلحتى نحسن هذا الطعم او لحتى نقضي على هذا الطعم، يعني نخفي هذا الطعم او الرائحه تبعه، نحن ممكن نستخدم له اكسيبيانت. ممكن يكون فيهيكل فور دراج سبستانس، ممكن يكون هو القوام الاساسي اللي بوجد فيه الماده فعاله او الدواء. فنحن بنعرف انه عندنا مثلا، خلينا نحكي السبازيتوري، بيكون الفيهيكل تبعها سيمي سوليد بالنسبه للكوكا باتر، زبده الكاكاو، في عندنا التابلت، في عندنا الكبسول، هذول بيامنوا فيهيكل للدراج سبستانس، للاكتيف انجريدينت، يعني قوام بالنسبه للاكتيف انجريدينت. تو كنترول ذا دراج ريليز، لحتى نتحكم بافراز الدواء، يعني انه احنا مثلا لما ناخذ حبه دواء ما بدنا اياها مثلا الدواء انه يمتص بالفم مثلا او يصير له ابزوربشن ضمن الفم، فنحن بنغطيها بفيلر لحتى توصل عن المعده مثلا، فضمن المعده ممكن يتحلل هذا الفيلر وينفرز هذا الدواء ويصير في له ابزوربشن في المعده، وخاصه لادويه الانتي اسيد. في عندنا الانهانس ذا بريميشن تو توبيكال بريبريشن، لحتى نحسن من التوبيكال بريبريشن، في عندنا بعض الادويه اللي مستخدم كحاله موضعيه، فنحن ممكن نحسن نفاذيه هاي الدوسج فورم اذا استخدمناها توبيكالي مثلا على الجلد مثل المراهم والكريمات او الى اخره. Dosage form design formulation depend on physiochemical property of the drug and administration site. نحن لما بدنا نصنع او نكون دوزج فورم لازم نركز على الفيزيوكيميكال بروبرتي، اللي هن الخواص الفيزيائيه والكيميائيه بالنسبه للدواء، بالنسبه للبي اتش تبعه، درجه الحراره الى اخره. ولازم نركز على الادمنستريشن سايت، يعني انه احنا وين بدنا نوصل هذا الدواء او كيف لازم يصل هذا الدواء، راح يتم عن طريق الفارماسيوتيكال اللي هي البايو فارماسيوتيكال اند فارماتوكاينتيك كونسيدريشن، لازم ناخذ بعين الاعتبار الفارماكوكاينتيك والبايو فارماسيوتيكال بالنسبه للدوزج فورم في رحلته عبر الجسم. فارماسيوتيكال اند فورميليشن كونسيدريشن، بايو فارماسيوتيكال اند فارماكوكاينتيك كونسيدريشن. الفارماكوكاينتيك تقسم الى الادمنستريشن، الادمي عفوا، الاي اللي هي الابزوربشن، الدي ديستريبيوشن، والام الميتابوليزم، والاي اكسكريشن. هذا لازم ندرسهم لحتى نعرف انه هذا الدواء كيف راح يمر في رحلته عبر الجسم. في البدايه لازم يصير له ابزوربشن في المكان المخصص اللي نحن بدنا اياه، لازم يصير له ديستريبيوشن يتوزع عبر يعني الى مناطق الجسم كافه عن طريق الدم مثلا، بعدين لازم يصير له ميتابوليزم لهذا الدواء في المنطقة المخصصة، وآخر شيء لازم يصيره في إكسكريشن لحتى نتخلص منه. في عندنا أمثلة عن الإكسيبيانت اللي نحن ممكن نستخدمها. طبعا الإكسيبيانت اللي حكينا هي المادة اللي بتكون مع المادة الفعالة، بتسهل عمل المادة الفعالة أو وصولها إلى المكان المخصص. أول مثال بالنسبة للإكسيبيانت عندنا الديليونت أو الفيلر، هذول الاكسيبيات مستخدمها لحتى نزيد the bulk of formulation، لحتى نكبر حجم الformulation، زي ما شفنا بالأمثلة السابقة انه بعض الدرج بيكون الجرعة تبعيتهم قليلة جدا 0.4-0.1 ميلي جرام، فهي صغيرة جدا، لحتى نزيد منهن وخاصة بالتابلت والكابسول نحن مستخدم ديليوانت او فيلرز. في عندنا البندر to cause adhesion of the powder drug، البندر مستخدمها مشان يترابط عندنا الدوسج فورم او يتترابط عندنا الاكتيف انجريدينت بالنسبه للدوسج فورم. فايضا زي ما بنحكي في حاله التابلت بنشوف احنا انه القرص الدوائي بيكون متماسك، فنحن بنستخدم له البندر مشان يظل متماسك. في عندنا على النقيض تماما اللي هو انتي ادهيرنت اور لوبريكانت تو اسيست سموث تابلت فورموليشن، مشان نتحكم بالسموث تابلت فورميليشن. في عندنا الديس انتجرانت تو بروموت تابلت بريك اب،
بنستخدم ايضا مواد لحتى تتحلل هاي التابلت لما تصل الى مثلا درجة حموضة معينة او يعني رقم بي اتش معين، نحن نتحكم فيها عن طريق this integrant انه يتكسر هذا التابلت حتى يصير في عندنا ريليز للدواء. في عندنا الكوليرانت فور مور ديسينتكتيف ابييرنس لحتى نحسن من مظهر الدواء ونتحكم في اللون تبعه، ممكن نغير اللون تبعه. في عندنا الفلافر اند سويتنرز تو ميك ذا برودكت مور بالاتبل لحتى يكون في هذول محسنات او منكهات لحتى الطعم يكون افضل او مستساغ بالنسبه للمريض. في عندنا الثيكنينج ايجنت لحتى نزيد من الفيسكوسيتي للفورميليشن، اذا كان عندنا الفورميليشن الفيسكوسيتي لها قليله وبدنا اياها تكون الفيسكوسيتي عاليه ممكن نستخدم معها ثيكنينج ايجنت. في عندنا البفرنج ايجنت مشان نحافظ على التغير البي اتش تبعها لما تمر ضمن اوساط مختلفه. في عندنا ستابيلايزر لحتى نمنع التكسر الديكومبوزيشن للماده، فهي بتزيد من الاستابيليتي تبع الدوسج فورم. في عندنا البفرنج ايجنت زي ما حكينا اللي هي راح تعمل ريزيست تشينج ان بي اتش، راح تتقاوم التغير بالبي اتش. في عندنا البريسيرفاتيف لحتى تمنع الميكروبيال جروث، هاي مواد حافظة بتمنع الميكروبيال جروث. في عندنا التونيسيتي ايجنت مشان سيميلر اوزماتيك كاركترستيك تو فيزيولوجيكال فلويد، يعني بتكون عندنا هاي المواد بتحافظ على الدوزج فورم بوسط مشابه للفلويد اللي موجود ضمن الجسم مشان الاوزماتيك بريشر. في عندنا ايمالسيفاينج ايجنت، هاي مشان نعمل اميسيبل ليكويد بالنسبه للديسبيرجن سيستم، راح نشوفها بشابتر الايمالشن عفوا. في عندنا الاوينتمنت بيس اللي هي عباره عن سيمي سوليد فيهيكل فور ميديكيت اوينتمنت لحتى نصنع المراهم الاوينتمنت، نحن بنحتاج الى الاوينتمنت بيس. في عندنا الايروسولز بروبيلنت فور ديفلوبينج ذا بريشر وذين ايروسول كونتينر، هاي بنشوفها كمان بشابتر الايروسولز. General consideration for dosage form design. في عندنا بشكل عام نحن لما بدنا نصنع الدواء أو dosage form، هل هو solid, semi-solid، هل هو liquid، هل هو gas، لازم نأخذ بعين الاعتبار عدة أمور. أول شغلة لازم نشوف nature of illness، طبيعة المرض اللي عند المريض. حسب طبيعة المرض نحن ممكن نصنف أو ممكن نصنع هذا الدواء او نعطيه شكل من اشكال دوائيه. فاحنا احنا بنلاقي نفس الدواء بيكون فيه منه عده اشكال، ممكن يكون في عندنا على شكل سوليد، ممكن يكون في عندنا على شكل ليكويد. في عندنا الايج اوف بيشنت، طبعا عمر المريض اكيد لازم يؤخذ بعين الاعتبار عمر المريض، وخاصه بالنسبه للاطفال وبالنسبه للكبار السن. فالاطفال نحن صعب نتحكم في اعطائهم الدواء على شكل سوليد كتابلت او كابسول، فبنختار اشكال دوائيه اخرى مثل السوليد او السوليوشن عفوا، بنختار السوليوشن او الليكويد دوسج فورم بشكل عام. في عندنا الليكويد فورميليشن وذ ليكويد ديسبنسر، بالنسبه للليكويد فورميليشن هاي تاخذ بعين الاعتبار لما نعمل ديسبنسينج للليكويد دوسج فورم. مور ديسنتكتيف دوسج فورم انه نحن يعني نسعى لانه نعطي المريض الدوسج فورم بتكون مور ديسنتكتيف، يعني بتكون مستساغه اكثر كطعم كرائحه كلون، هاي محببه للمريض اكثر من اي اشكال دوائيه اخرى. في عندنا ايمرجنسي كيز اللي هي الحاله الطارئه لما يكون مثلا المريض في حاله انه غايب عن الوعي، فهاي صعب انه نعطي المريض هنا التابلت او كابسول او سوليوشن عن طريق الفم مثلا، ممكن نستعيض عنها بالانجكشن او اي شكل دوائي اخر. الموشن سيكنس نيزيا اند فوميتنج، اذا كان في عنده نوزيا او فوميتنج فما بنقدر نعطيه اورالي، نستعيض عنها باحد الاشكال الاخرى. الروت اوف ادمنستريشن انه نحن وين بدنا نوصل هذا الدواء او طريق ايصال الدواء، فهي جنرال كونسيدريشن مشان الدوسج فورم انه نحن بناخذها بعين الاعتبار لما بدنا نعمل دوسج فورم. فزي ما بنلاحظ بالتيبل 4 3 اكزامبل اوف فارماسيوتيكال انجريدينت انالز فارماسيوتيكال دوسج فورم اند دراج ديليفري سيستم هاند بوك اوف فارماسيوتيكال اكسيبيانت، هاي بتحكي لنا عن الكتب او اللي ممكن هي المراجع اللي موجوده بالنسبه للفارماسيوتيكال. رح نبدا بالفارماسيوتيكال بريبريشن، نحن لما بدنا نعمل تحضير لشكل دوائي
particular pharmaceutical product containing active and inactive pharmaceutical ingredient. زي ما حكينا انه الشكل الدوائي او الدوسج فورم تحتوي على الاكتيف انجريدينت والانكتيف انجريدينت اللي هي عباره عن الاكسيبيانت. Two major type of pharmaceutical preparation according the origin. في عندنا اول شيء المانيفاكتور، في عندنا الكومباوندد. يعني هون بيحكون انه بشكل عام التحضير الدوائي لازم يكون في منحيين، يا اما بيكون مانيفاكتورد، هذا بيكون لارج سكيل، بيكون موجود في المصانع الدوائيه وهذا صعب انه يطبق في الصيدليه، فهو يعتبر لارج سكيل باي pharmaceutical industry، الصيدلة الصناعية. original and generic preparation بيكون عبارة عن تحضيرات لأشكال دوائية أو لدواء بيكون صعب إنه يحضر في الصيدلية. في عندنا ال compounded individually in compounding pharmacies إنه ممكن يحضروا الصيدلي لحاله ضمن الصيدلية، بتكون تحضيرات بسيطة وغالبا بتكون هي عبارة عن مراهم وكريمات وبعض السوليوشن البسيطة اللي ممكن انه يكون الانسان بشكل شخصي انه يحضرهم، مش الانسان عفوا، يعني قصدي الصيدلي يحضرهم ضمن الصيدلية وما بتحتاج الى اجهزة متطورة. Classification of pharmaceutical dosage form. هلأ بدنا نبلش بتصنيف ال pharmaceutical dosage form. بالنسبة لل dosage form الشكل الدوائي نحن راح نصنفه الى او ضمن تصنيفين، الphysical state الحالة الفيزيائية اللي بيكون موجود عليها الدوسج فورم، هل هي ليكويد سوليد سيمي سوليد غاز، وراح نصنفهم حسب الدراج ادمنستريشن اللي هي طريقه اعطاء الدواء. اول وحده اللي هي الفيزيكال ستيت، نحن حكينا ممكن يكون سوليد، ممكن يكون سيمي سوليد، ممكن يكون ليكويد، ممكن يكون غازز. بالنسبه للسوليد دوسج فورم راح يكون في عندنا يونت سوليد، في عندنا بالك دوسج فورم. بالنسبه لليونت سوليد يعني بيكون عندنا الوحده الدوائيه او الدوسج فورم بيكون على شكل وحدات زي التابلت والكبسول اللي هن الحبوب والكبسولات الدوائيه. في عندنا البالك دوسج فورم بتكون على شكل كبير او بيكون على يعني حجم الماده الفعاله او الدواء بيكون كبير، نحن بنختار منه الدوسج المناسبه، بيكون عباره عن الباودر او ديستينج باودر. بالنسبه للسيمي سوليد ممكن يكون في عندنا الكريم، الباست، الجل، السبازيتوري. بالنسبه للليكويد اللي راح نركز فيه بالتشابتر هذا ممكن يكون في عندنا مونوفيزيك ليكويد اللي بيكون في عندنا يعني وان فيز زي السيرب او السوليوشن، في عندنا الباي فيزيك ليكويد اللي بيكون في عندنا تو فيز اميسيبل تو فيز زي الايمالشن والسسبنشن، واخر شيء في عندنا بالنسبه للغاز اللي هي الانهيلر والايروسولز. الكلاسيفيكيشن الاخر اللي هو بيكون حسب الادمنستريشن طريقه اعطاء الدواء، في عندنا السيستميك وفي عندنا لوكال. شو الفرق بين السيستميك واللوكال؟ بالنسبه للسيستميك انه الدواء راح يدخل الى الدوره الدمويه وراح يروح الى جهاز معين. بالنسبه لللوكال اللي هو موضعي، نحن نعطي الدواء للمنطقه يعني مباشره للمنطقه المصابه او المنطقه اللي لازم يكون فيها التأثير بالنسبة لهذا الدواء. السيستميك راح يدخل الدواء زي ما حكينا إلى الدورة الدموية، والدورة الدموية راح توزعه إلى المكان المناسب. السيستميك راح يقسم إلى قسمين، أول قسم اللي هو الانترال والقسم الثاني البارينترال. بالنسبة للانترال اللي هي إدخال الدواء ممكن تكون عن طريق الأورال، عن طريق الفم، ممكن تكون عن طريق السبلينجوال تحت اللسان، ممكن ريكتال اللي هي الشرجي. بالنسبة للبارنترال اللي هي بتكون عبارة عن انهيليشن، ممكن يكون استنشاق، ممكن يكون انجكشن، ممكن يكون ترانس ديرمال. الانهيليشن الاستنشاق، الانجكشن زي ما حكينا اللي هي الحقن، الحقن في لها انواع متعددة كبيرة في عندنا، واخر شيء ترانس ديرمال اللي هي العبارة عن بتكون عابرة للجلد توبيكال هاي. في عندنا بالنسبة للانجكشن في عندنا انترافينيوس، انتراماسكولار، سب continuous، intra arterial، intra articular، في عندنا intrathecal، وفي عندنا اخر شيء الانتراديرمال. هي انواع الانجكشن او الحقن اللي نحن ممكن نستخدمها. التصنيف الثاني بالنسبه للروت اوف ادمنستريشن او طريقه اعطاء الدواء اللي هي اللوكال الموضعي او المحلي، عفوا المحلي وليس الموضعي، انه نحن بنعطي الدواء بنفس المكان اللي فيه الاصابه او نفس المكان اللي بده يعمل فيه الدواء اكشن.
في عندنا السكين توبيكال، ممكن لما نستخدم احنا المراهم او الكريمات للسكين لما تكون موضعيه، هذا بنسميه لوكال. في عندنا انترا نيزل ضمن الانف، لما نعطي الدواء ضمن الانف، البخاخات ضمن الانف مثلا، هاي تعتبر لوكال لما بدنا نعالج المشاكل اللي موجوده ضمن الانف. في عندنا الاوكيولار دروب اللي هي قطرات العينيه. في عندنا الميوكوزال ثروت، الفاجينا، الموث، الاير، اللي هن عباره عن القطرات او البخاخات اللي بتستخدم بالنسبه للثوم، للانف، للاذن الى اخره. في عندنا انهيليشن ترانسديرمال، هاي يعني ممكن انه نعتبرهم ضمن السيستميك بالنسبه للبارينترال، ولكن هم معتبرينهم لوكال، فممكن نشطب عليهم ونعتبرهم ضمن البارينترال. بالنسبه للاورال دوسج فورم، شو هي الاشكال الدوائيه اللي ممكن نستخدمها عن طريق الاورال؟ في عندنا التابلت، الكابسول، سوليوشن، سيرب، الكزير، السسبنشن. في عندنا اوكليور، الاوكيولار العينيه يعني ضمن العين، ممكن يكون في عندنا سوليوشن، سسبنشن، اوينتمنت الى اخره. البارينترال ممكن يكون على شكل سوليوشن او سسبنشن. الريكتال ممكن يكون سوبوزيتوري، سوليوشن، اوينتمنت. الابيكوتينيوس او ترانسديرمال ممكن يكون عباره عن كريم، جل، لوشن، بلاستر او اوينتمنت الى اخره. فهي مش انه خلص مثلا السوليوشن رح نلاحظ انها موجوده بالاورال، موجوده بالاوكيولر، بالريكتال، بالبارينترال الى اخره، فممكن شكل دوائي ناخذه اكثر من روت اوف ادمنستريشن. طبعا هيك نحن بنكون تعرفنا على الاشكال الدوائيه بشكل عام حسب الحاله الفيزيائيه تبعها وحسب الروت اوف ادمنستريشن. راح نبلش بالشابتر باول شكل من اشكال الدواء اللي هي بالنسبه للحاله الفيزيائيه الفيزيكال ستيت، واللي هو ليكويد دوسج فورم. في عندنا السوليوشن، في عندنا السسبنشن، في عندنا الايمولشن. The solubility or miscibility in a liquid vehicle، يعني نحن liquid dosage form بنميزها عن بعض حسب السوليوبيليتي، ذائبيتها. فالذائبية هي اللي راح تفرق ما بين هذول الثلاثة dosage form. السوليوشن اللي هو أول واحد، one homogeneous phase. أول شيء السوليوشن بيكون في عندنا اللي هو المحلول اللي نحن بنعرفه إنه بيكون homogeneous phase، يعني في عندنا one phase prepared by dissolving one or more solute in solvent. بشكل بسيط او بكل بساطه انه بيكون في عندنا اذابه للسوليوت واحد او اكثر من سوليوت ضمن السولفنت، فبيطلع عندنا سوليوشن. انواع السوليوشن، في عندنا السيرب اللي هو عباره عن concentrated aqueous solution of sugar usually saccharose. السيرب اللي هي شراب اللي نحن المتعارف عليه بشكل عام، يعني اللي هو بيكون على شكل سيرب. مميزات هذا السيرب انه بيكون concentrated aqueous، اول شيء انه هو aqueous وبيكون مركز من السكر، وغالبا السكر اللي بيكون موجود فيه هو عباره عن سكروز. في عندنا الفلافرد سيرب are convenient from of masking disagreeable taste، ممكن نحن نستخدم مع السيرب بعض الفلافرد من شان نحسن الطعم. النوع الثاني من السوليوشن، واللي نحن اتفقنا انه السوليوشن يكون عندنا هوموجينيوس، اللي هو لينكتاسز. لينكتاسز بيكون زي السيرب ولكن بيكون مور فيسكس، بيكون لزج، او بيكون لزج اكثر. ليكويد اورال بريبريشن، ممكن هو عباره عن ليكويد واورال بريبريشن يؤخذ عن طريق الفم. ذات ار يوجوالي prescribed for the relief of cough، لما يكون في عندنا القحة، زي ما بيحكي انه في واحد عنده مشكلة قحة ناشفة او شيء، نعطي الدوسج فورم على شكل لينكتس اللي بيكون هو الزج شوي من السيرب. They are usually contain high proportion of syrup and glycerol. اللينكتس بيختلف عن السيرب انه هو بيحتوي على جليسيرول بكميه كبيره، عشان هيك بيكون هو مور فيسكس. which have demulcent effect on the membrane of the throat، انه بسبب خاصيته اللزجه العاليه انه هي بتعمل تاثير لطيف او خفيف على الغشاء المغطي للاجهزه التنفسيه. في عندنا الاروماتيك ووتر، اروماتيك ووتر ار كلير واكويوس سوليوشن ساتوريتد وذ
volatile oil or the other aromatic volatile substance. بالنسبة للaromatic water هو يعتبر عبارة عن solution بيحتوي على volatile oil الزيوت المتطايرة أو aromatic or volatile substance مواد متطايرة. في عندنا بالنسبة للسبيريت، السبيريت هو يعتبر أحد أنواع السوليوشن، هو المكون الأساسي تبعه alcoholic or hydroalcoholic solution of volatile substance. فإذا لازم نحن نميز كل نوع من أنواع السوليوشن عن بعض. بالنسبة للسبيريت هو alcoholic or hydroalcoholic solution. الإليكزير هو عبارة عن clear sweetened hydroalcoholic solution intended for oral use and are usually flavored to enhance their palatability. يعني نحن ممكن نستخدم معه بعض الفلافرد مشان نحسن الطعم تبعه. هو عبارة عن sweetened hydroalcoholic solution. لازم نميز بيناتهم. رح يجينا في الامتحان أنواع السوليوشن وكل واحد مثلا إنه هذا شو بيحتوي المادة الأساسية تبعه. الأروماتيك ووتر زي ما حكينا volatile oil. السبيريت كحول أو هيدروالكحول. الإليكزير هو عبارة عن sweetened hydroalcoholic. في عندنا النوع الآخر اللي هو التينكتشر اللي هو بيكون عبارة عن alcohol solution for topical application. بيستخدم للموضع ولا يستخدم عن طريق الأورال بسبب وجود الكحول. في عندنا الفاجينال دوشز وفي عندنا الإنيماس راح نتعرف عليهم أكثر في chapter solution. في عندنا الجارجل they are aqueous solution used in prevention or treatment of throat infection اللي هو المحاليل تبعيت الغرغرة اللي نحن مستخدمها مشان نعالج الثروت انفكشن إذا كان في عندنا انفكشن بالقصبة الهوائية أو بالبلعوم. في عندنا الماوث ووشز اللي هو غسولات الفم أو these are similar to جارجل بيشبه الجارجل but are used for oral hygiene and treat infection of mouth يعني بشكل عام انه هي تستخدم من اجل معالجة الانفكشن اللي بيكون ضمن الفم. رح ننتقل للنوع الاخر من الليكويد دوسج فورم اللي هو الامولشن. هو عبارة عن dispersion system consisting of two immiscible liquid. dispersion system يعني نظام متشتت، يعني بيكون في عندنا البارتيكلز او المولكيول اللي موجوده ضمن السيستم متشتته عن بعض لانه هي بتكون اميسيبل وغالبا بتكون اويل ان ووتر اور ووتر ان اويل، بيكون لها كلاودي ابييرنس. يعني لما نحط نحن الزيت ضمن المي راح يصير في عندنا ديسبيرجن سيستم، راح يتشتت يا اما الزيت ضمن الماء او الماء ضمن الزيت، ما بيكون في عندنا dissolving او solubility كامله بالنسبه للتو فيز، وانما بيكون في عندنا تو immiscible فيز. فهي لازم نركز عليها بالنسبه للdispersion system اللي هو الامولشن او السسبنشن، بيكون في عندنا تو immiscible. بالنسبه للسوليوشن بيكون عندنا one homogeneous فيز. النوع الثالث اللي هو السسبنشن زي ما حكيت لكم هو عبارة عن نوع آخر من الليكويد دوزج فورم ولكن يصنف كديسبيرجن مع الإيمولشن. هو عبارة عن ديسبيرجن سيستم وير سوليد بارتيكل ار ديسبيرسد ان ليكويد فيز. هون بيكون في عندنا تو اميسيبل فيز، واحد بيكون عبارة عن سوليد واحد بيكون عبارة عن ليكويد. فجزيئات السوليد بتكون منتشرة او بتكون متوزعة ضمن السسبنشن. السوليد بارتيكل بنسميها ديسبيرسد فيز اللي هي المادة المنتشرة او المتوزعة ضمن الليكويد. بالنسبة للليكويد فيز بنسميه ديسبيرجن ميديوم الوسط اللي راح تنتشر فيه السوليد. According to the size dispersion particle اذا كان عندنا حجم السايد السايد حجم البارتيكل السوليد بارتيكل الموجود ضمن الليكويد نحن ممكن نصنف السسبنشن. في عندنا مولكيولر، في عندنا كولويدال، في عندنا كورس ديسبيرجن. ممكن نحن نصنف السسبنشن الى مولكيولر وكولويدال وكورس ديسبيرجن سيستم. ماني ريكواير شيكينج بيفور ادمنستريشن. بالغالب نحن ممكن نعمل شيكينج يعني انه نهز او نخض علبه الدواء قبل ما نعطيها للمريض مشان يصير في عندنا good dispersion system بالنسبه للسوليد بارتيكل ضمن الليكويد. فبالغالب لازم نستخدم الشيكينج. في عندنا احد انواع السسبنشن اللي هو اللوشن. they are suspension aqueous for external application without friction. بالنسبه لللوشن نحن بنستخدمه
بالنسبة للإكسترنال أبليكيشن على الاستخدام الخارجي. خلصنا هيك بنكون من الليكويد دوسج فورم. رح ننتقل إلى الدوسج فورم الآخر الثاني حسب الفيزيكال ستيت اللي هو السيمي سوليد دوسج فورم. رح نقسمه إلى قسمين، في عندنا الان شيب وفي عندنا الشيب دوس سيمي سوليد. الان شيب ما بيكون في عندنا شكل خاص بالنسبة للسيمي سوليد دوسج فورم، مثال عليه الجل، مثال عليه الكريم، في عندنا الاوينتمنت وفي عندنا الباست. السيمي سوليد في عندنا اول شيء الجل هو عبارة عن سيمي سوليد سيستم in which liquid phase is constrained within 3D cross link matrix. يعني بيكون في عندنا الليكويد فيز بتكون ضمن شكل ثلاثي الابعاد ومربوطة البارتكلز ببعضها على اذا شفناها تحت المجهر راح تكون على عبارة عن cross link، روابط مع بعضها بتشكل ثلاثي الابعاد. بالنسبة للكريم سيمي سوليد ايمولشن سيستم راح يكون هو عبارة عن سيمي سوليد من نوع الايمولشن، ممكن يكون oil in water او water in oil. Containing more than 10% of water، بيكون فيه اكثر من 10% من الووتر. بالنسبة لانواع الكريم حكينا ان في عندنا oil in water، يعني بيكون عندنا الميديوم الاساسي هو الووتر وبيكون عندنا الاويل الزيت منتشر ضمنه. More comfortable and cosmetically acceptable as they are less greasy and more easily water washable. هذا نصنف نحن الكريمات، في عندنا كريمات ليلية وعندنا كريمات نهارية. فبالنسبة للأويل إن ووتر يستخدم في الكريمة اللي هو كريم نهاري مشان يصير في عندنا، بما أنه الوسط الأكبر أو الميديوم الأساسي هو الووتر، فرح يصير في عندنا بسهولة بغسله بالماء مثلا، أو أنه بيكون هو أقل دهنية من الووتر ان اويل، لسجريسي يعني دهنيته اقل، جمالي اكثر، اكسبتبل انه هو يعني بالنسبة للتجميل يعني كوزماتيكلي هو افضل واكثر يعني مريح اكثر بالنسبة للاستخدام. بالنسبة للنوع الثاني من الكريم اللي هو ووتر ان اويل، الوسط الاساسي او الوسط الاكبر بيكون هو الاويل وبيكون عندنا الماء منتشر ضمنه. Accommodate and release bitter lipophilic active pharmaceutical ingredient moisturizing cold cream. هذا الكريم بيكون عبارة عن cold moisturizing، بيكون رطب شوية. الactive ingredient فيه أكيد بما أنه oil فهو lipophilic. النوع الثالث من الان شيب سيمي سوليد بيكون في عندنا الاوينتمنت اللي هي المراهم. سيمي سوليد دوزج فورم with oleaginous water soluble or emulsifying base. بشكل اساسي السيمي سوليد للمراهم راح يكون في عندنا اوليجينوس هيدروكربون، بيكون في عندنا ماده بتكون اوليجينوس او بتكون عباره عن ماده يعني بتكون لايبوفيليك، في عندنا ووتر سوليبل مواد بتكون هيدروفيليك، بيكون في عندنا emulsifying base اللي تعمل لنا دمج ما بين هذول المادتين. الاوليجينوس بشكل عام ممكن يكون بيتراتروم اللي هي الفازلين وايت او اليلو. بالنسبة للووتر سوليبل فيز بولي إيثيلين جلايكول أوينتمنت، هاي ممكن يكون هي المواد اللي موجودة ضمن الأوينتمنت. بالنسبة للنوع الرابع من السيمي سوليد اللي بيكون على شكل انشيبد، في عندنا الباست المعاجين أو المعجون. سيمي سوليد ديسبيرجن سيستم وير ا سوليد بارتيكل، بيكون عندنا حجم البارتيكل أكبر من 25%، مثال عليها الزد ان او أوكسيد الزنك، ار ديسبيرد ان اوينتمنت موستلي أوليجينوس. يعني بيكون في عندنا عبارة عن سوليد بارتيكل ذايبة أو منتشرة ضمن الأوينتمنت. النوع الثاني من السيمي سوليد دوزج فورم اللي بيكون على شكل شيبد سيمي سوليد دوزج فورم، عندنا اللي هن السوبوزيتوري اللي هن التحاميل، بيكون في لها شكل معين مش زي الاوينتمنت والكريم والجل والى اخره. السوبوزيتوري فور ريكتال ادمنستريشن، بشكل اساسي التحاميل مشان الريكتال ادمنستريشن. Different shape في لها أشكال مختلفة. Melting dissolving at body temperature، بصير في لها انصهار ضمن درجة حرارة الجسم. الأوليجينوس بيكون عبارة عن كوكا بتر، والأكويوس بولي إيثيلين جلايكول أو جليسيرينيتد جيلاتين.
في عندنا الباسيرز اللي هي الفاجينا سوبريزيتوري اللي هي تحاميل المهبلية similar as above فيها البولي إيثيلين جلايكول أو جليسيرينيتد جيلاتين are often used as base ممكن نستخدمهن ك vehicle بالنسبة للأكتيف إنجريدينت. يعني لازم نعرف احنا شو المكونات الأساسية لكل دوسج فورم، راح نتعمق فيها أكثر بالصيدلانيات اثنين بالنسبة للسيمي سوليد. السوليد دوزج فورم اللي هي بنلاقيها اسهل اشي بتكون الها شكل مخصص، في عندنا انشيبد وفي عندنا الشيبد. الانشيبد بتكون ما في الها شكل يعني يحتويها زي الباودر، بنستخدمها للاكسترنال والانترنال يوز، ممكن نحلها هاي الباودر ممكن نخليها زي باودر. في عندنا الشيبد، في عندنا زي التابلت زي الكابسول والامبلانت. التابلت كل المعرفة الاقراص، والكابسول هي الكبسولات. في عندنا الامبلانت هاي جديدة اللي هي الستيرايل ديسك انسيرتد سيرجيكالي انتو بادي تيشو اند ديزاين تو ريليز دراج اوفر اكستندد بيريود اوف تايم. هاي بتيجي زي الاقراص الديسكات اللي نحن ممكن نزرعها ضمن الجسم او بنضعها بشكل عملية جراحية يعني سيرجيكالي داخل انسجة الجسم، ونحن يعني بنكون هي لها وقت محدد لحتى تفرز هذا الدواء اللي موجود فيها. النوع الثالث والاخير او الرابع والاخير من الدوزج فورم حسب الفيزيكال ستيت اللي هو الجازز فيزيكال ستيت. في عندنا ميديسينال جازز وفي عندنا ايرو ديسبيرجن جازز. الميديسينال جازز ممكن نستخدمها انهيليشن او فولاتايل انستيتيك، بيكون عبارة عن فابورايزد بيفور ادمنستريشن او باي انهيليشن، يعني راح يتبخر عندنا المادة اللي راح نستخدمها عن راح تتحول الى جازز قبل ما يصير لها انهيليشن. في عندنا النوع الثاني اللي هو الايرو ديسبيرشن، بيكون عندنا مكون يا اما سوليد بارتيكل او بيكون عبارة عن ليكويد بارتيكل. في عندنا مثال على كل واحدة. بالنسبة للتصنيف الثاني من الفارماسوتيكال دوسج فورم حسب الروت اوف ادمنستريشن، الطريق اللي راح يسلكه الدواء او المسلك اللي نحن ممكن نعطي فيه الدوسج فورم. في عندنا يقسم الى قسمين اساسيات اللي هو سيستميك ادمنستريشن وفي عندنا اللوكال ادمنستريشن. بالنسبة للسيستميك ادمنستريشن شو هن الطرق اللي ممكن يعطى فيهن الدوسج فورم؟ في عندنا البير اورال اللي هي عن طريق الفم، في عندنا السبلينجوال او البوكال اللي بتكون تحت اللسان او ضمن تجويف الفموي في الخد مثلا في البوكل. في عندنا الريكتال الشرجي، في عندنا البارينترال، في عندنا الترانسديرمال والانهيليشن الى اخره. بالنسبه لللوكال ادمنستريشن راح يكون اما توبيكال عن طريق السكن او الميوكوزا، بيكون انتو او اونتو ذا اي او النوز او الاير، يعني حسب المنطقه اللي نحن ممكن نعطيها، فبيكون الدواء مخصص لحتى يعالج المنطقة اللي نحن نعطي فيها الدواء. يعني إذا كان في عندنا مشكلة مثلا بالبخاطية الأنف، في جدار الأنف، أو بدنا نعالج الأنف فنعطيه بالنوز، فبيكون بهاي الحالة عبارة عن توبيكال. في عندنا الأورال كافيتي كمان، إذا كنا بدنا نعالج التجويف الفموي ممكن نعطي الدواء توبيكالي. في عندنا الفاجينال والريكتم، وفي عندنا عن طريق السكين ممكن مثل المراهم أو الكريمات. بالنسبة للأورال لوكال ادمنستريشن لوكال افكت وذين جي اي تي، اذا بدنا نعطي اشي يخص الجي اي تي فالطريق الهضمي يعني، فما في داعي هون الدواء انه يروح الى السيستم سيركوليشن او الى الدورة الدموية مباشرة عن طريق الفم الى جي اي تي مثل الانتي اسيد والادزوربنت. راح نحكي شوي عن روت اوف ادمنستريشن او الدراج ادمنستريشن، راح نحكي كيف الطريق او شو ممكن يسلك الدواء عن طريق الجسم. Often there are a great choice in selection the route by which a drug should be given to patient. بالغالب بيكون في عندنا اختيارات كبيره لحتى نحن يعني اذا بدنا نعالج منطقه معينه، فبيكون عندنا معظم الخيارات الموجوده او الطرق اللي نحن ممكن نعطي فيها هذا الدواء لحتى يصل الى الست اوف اكشن. فبيكون عندنا العديد من الخيارات، ولكن نحن بنختار الانسب والاسهل والاسرع واللي بيزيد من ثباتيه الدواء الاستابيليتي تبع الدواء وبيقلل من خساره الافكتيفنس تبعه. However, the condition of patient and knowledge of advantage and disadvantage of various routes are of prime importance in making the selection of the best
سويتينج روت، يعني نحن لازم نعرف شو هي حالة المريض، هل هو في حالة جيدة انه نعطيه مثلا اورالي او عن طريق الريكتان ريكتاس عفوا والى اخره. فالحالة تبعت المريض، ولازم نعرف احنا المضار والمساوئ الادفانتج والديس ادفانتج لهاي الطرق اللي نحن ممكن نعطي فيها الدواء، حتى هيك نحن نختار يكون اختيارنا صحيح للروت اوف ادمنستريشن. بالنسبه للانترال روت ادمنستريشن، يعني الادخال لما نحن ندخل الدواء عن طريق الاورال او البري اورال، اورال روت از ذا موست كومن روت اوف ادمنستريشن، هو اشهر الاماكن او الطرق اللي نحن ممكن نعطي فيها الدوسج فورم. الادفانتج تبعه انه هو سيف كونفينانت تشيب اند دوزنت ريكواير ذا سيرفيس اوف سكيلد بيرسونال، انه هي رخيصه وما بتحتاج الى انه حدا يعني يعطينا اياها، ما بتحتاج انه مثلا ممرض او طبيب انه يعطينا الدواء، يعني ما بيحتاج مهاره شخصيه. However it has certain disadvantage، له بعض الديسادفانتج بالنسبه للاورال ادمنستريشن. اول واحدة بالديسادفانتج انه هو انبلاتيبل، احيانا بيكون غير مستساغ بالنسبه للطعم لبعض الادويه. نحن بنعرف انه قسم كبير من الادويه هي مواد كيميائيه ولها طعم احيانا بالغالب بيكون مر، فهو انبلاتيبل and cause irritation of the intestinal tract resulting in nausea vomiting and diarrhea. ممكن انه يكون في له تاثير على الجي اي تي، على الانتستينيال تراك الطرق الهضميه، ممكن يؤدي الى النوزيا فوميتينج ودياريا، ممكن يعطي يسبب الى غثيان واقياء وممكن الاسهال. In particular if these are given before meal، بالغالب لما ينعطن قبل الاكل. الديسادفانتج الاخر سام دراج ار ديسترويد باي انتستينيال انزايم، ممكن بعض الانزيمات الهضميه او المعويه ممكن تكسر هذا الدواء وتخربه، مثل الانسولين از ديسترويد باي انتستينيال انزايم، الانسولين لما ينعطى عن طريق الفم فراح يتكسر عن طريق بسبب الانزيمات الهاضمه او انزيمات الامعاء، فمن اجل هيك انه الانسولين ما بينعطى الا انجكشن، فما بينعطى اورالي. في هسه دراسات عم تنعمل على الانسولين مشان يعملوه عن طريق الفم مشان يخففوا الالم او يخففوا او يسهلوا طريقه اعطاء الانسولين. في بعض الاحياء في بعض الحالات الامرجنسي when quick action of drug is desired this route is not suitable، في حالات الطارئه نحن يعني ما بنستنى على المريض لحتى انه نعطيه مثلا والله حب او كبسول عن طريق الفم او اي شراب لحتى انه يصل الى المنطقه المعينه، مباشره ممكن نستخدم الانجكشن بتكون اسرع بالنسبه في حالات الامرجنسي. This route is not suitable in the case of unconscious patient، في حالة اللاوعي لما يكون غايب عن الوعي المريض، فهاي الطريق غير محببة أو الأورال administration ما بيكون مفضل. أيضا من بعض الديسادفانتج للأورال administration إنه ما بيكون في عندنا cooperation بالنسبة للمريض، ما بيكون المريض متعاون معنا، فبيكون في عندنا صعوبة بإعطاء الدوسج فورم. بالنسبة للأبزوربشن maybe slow، ممكن يكون عندنا الأبزوربشن الامتصاص للدواء بيكون ضعيف بالنسبة للأورال administration. Unpredictable and irregular because of persons of variable amount of food at various stage digestion and acidity to alkalinity of the digestive juices may have a great impact on absorption of drug. يعني بالمختصر انه هو رح يأثر على الابزوربشن للدرج، رح يمر الدرج عبر عدة اوساط، ممكن تكون حامضية ممكن تكون قلوية، عبر الدايجستيف التراك اللي ممكن يمر فيه الدواء، فهذا الشيء رح يقلل من الابزوربشن ورح يكون في تأثير على الدوسج فور، ممكن تقل الافكتيفنس تبعها. A very important factor is that blood from intestinal tract pass في portal vein to the liver where the drug may be metabolized to great extent before being distributed to the site of action. يعني انه الدم لما يدخل عبر intestinal tract رح يمر اول اشي عبر الكبد، رح يصير في عندنا الدواء metabolized داخل الكبد، ممكن يتحطم هذا الدواء،
بعد هيك لحتى انه او قبل ما يصل الى state of action مكان التأثير تبعه. This oral route is not recommended for drug undergoing extensive first pass effect. رح ندرك نعرف شو هو الفيرست باس افكت. بالنسبة للفيرست باس افكت may be defined as the loss of drug as it passes through the gastrointestinal membrane and the liver. يعني انه الدواء رح يخسر فعاليته او الدواء رح يمر عبر الgastrointestinal membrane والليفر عن طريق الكبد والgastrointestinal membrane. For the first time during absorption process after oral administration, this also known as pre-systemic elimination. يعني الدواء لما بده رحلته على طريق الجسم لازم يمر بالنسبة للsystemic circulation قبل ما يمر إلى الدم راح يتحمل إلى الكبد. بالكبد ممكن يصير له تكسير ميتابوليزم أو ممكن بالgastrointestinal membrane. فهذا الشيء بنسميه first pass effect أو التأثير الأولي بالنسبة للدرج. Drug interaction may occur if two drug given concurrently. يعني لما يصير في عندنا أخذ الأدوين عن طريق الأورال administration ممكن يصير في عندنا تداخلات دوائية إذا أخذوا مثلاً في نفس الوقت أو بوقت قريب. هذا بالنسبة للأورال administration. بنيجي للسبلينجوال واللي هو بيكون يعني مش كثير شائع ولكن يعني بيقتصر على بعض الأدوية. The tablet is placed under the tongue and absorption from oral mucosa is rapid and uniform. منحط التابلت نحن تحت اللسان حبة تحت اللسان مثل النيتروغليسيرين اللي يستخدم من أجل تخفيض الضغط. فبيصير في عندنا absorption عن طريق الميوكوزا تبعت الأورال بمساعدة السلافيا. This route has special importance of certain drug. يعني هاي يعني الطريق المستخدم هو مهم لبعض الأدوية. For example, nitroglycerin زي ما حكيت لكم هو effective when given sublingually but ineffective when administered orally. سبحان الله انه لما ناخذ النيتروغليسيرين عن طريق الاورال ما راح يكون فعال زي ما راح يكون فعال عندنا بالنسبه اذا كان اخذ تحت اللسان. The major advantage of this route is that venous drainage from mouth is buried into superior vena cave and the drug is saved from first bath effect. يعني انه اهم ادفانتج لهذه الطريق انه راح يعبر الدواء عن طريق الفم منها الى الوريد الاجوف العلوي لحتى انه يحفظه من انه يمرق عن طريق الفيرست باث افكت ويقلل من الافكتيفنس تبعه. فهي احد الادفانتج او اشهر ادفانتج بالنسبه لهاي الروت. النيتروغليسيرين از جيفن باي اورال روت. اذا اخذنا احنا النيتروغليسيرين عن طريق الفم. The hepatic first bath effect is sufficient to preclude the appearance of any intact nitroglycerin in the systemic circulation. يعني انه راح يتاثر النيتروغليسيرين اذا دخل عن طريق الفيرست باث افكت عن طريق الهيباتيك الاورده الكبديه او الشرايين الكبديه. فهذا الشيء راح ياثر على الافكتيفنس تبع النيتروغليسيرين وما عاد يظهر عندنا اي وجود بالنسبه للنيتروغليسيرين وجود كافي بالنسبه للنيتروغليسيرين بالسيستميك سيركيليشن. بالنسبة لل 3 route of administration اللي هو rectal administration اللي هو عن طريق الشرج. The drug may be given by rectal أو rectally for systemic effect when the patient is either unconscious or vomiting. بالنسبة للشخص إذا كان غير واعي أو بيكون الشخص عنده غثيان أو إقياء فإحنا ما رح نقدر نعطيه لا أورالي ولا سبلينجولي. ممكن نعطيه ريكتال أدمينستريشن. However, absorption from rectum is irregular and incomplete and may cause irritation for rectal mucosa. Also, first bath effect cannot be fully avoided. يعني بالنسبة للريكتال أدمينستريشن بيكون عندنا absorption غير منتظم وبيكون غير مكتمل. يعني ما بيكون في عندنا full absorption. ممكن يسبب عندنا irritation للريكتال ميوكوزا. ممكن انه يمر عبر الفيرست باث افكت فنحن ما رح نقدر نتجنبها في هاي الطريق. بعد الانترال ادمينستريشن رح ننتقل الى البارينترال اللي هي باربينويد انترال انتستاين اختصارها او الاسم الثاني الها. The term parenteral administration imply the route
through which the drug directly reach the body fluid. يعني نحن لما نوصل الدواء مباشرة عبر سوائل الجسم أو عبر الدم مباشرة هذا نسميه parenteral. Bypassing the preliminary process of transport through the intestinal wall. أول شيء بالبداية رح يعبر عبر الجدار الأمعاء. بعد هيك أو ممكن عن طريق البولموناري الفيولي أو عبر الحويصلات الرئوية. Which is an essential process when drugs are taken orally, inhaled or administered rectally following are the parenteral route. يعني بالنسبة للبارنترال ممكن هو يأخذ عن طريق عدة أماكن، إما عن طريق الأورال فهو رح يعبر مباشرة إلى الانتستينال وول، أو عن طريق الانهيليشن فرح رح يذهب إلى البولموناري الفيولي، يعني مباشرة رح يدخل إلى سوائل الجسم أو إلى الدم، أو ممكن عن طريق الريكتال. فهو يعني بيشمل الطرق البدائية أو الطرق الثلاثة اللي درسناها في البداية اللي هن الأورالي والسبلينجوال، ممكن مش كثير يعني السبلينجوال، الأورالي وممكن الريكتال. فعندنا هاي بالنسبة للبارنترال. بالنسبة للإنجكشن ممكن يكون في عندنا انتراماسكولار، في عندنا السب كوتينيوس، في عندنا انترافينيوس، هلا بنتعرف عليهم. The parenteral administration has certain advantage over all route. يعني الادفانتج تبع ال parenteral administration مقارنة مع الاورال روت. بالنسبة للدراج is neither invaded nor destroyed by digestive enzyme. انه هو رح يتجنب التحطيم بالنسبة للانزيمات الهاضمة، فما رح يكون في عندنا تكسير للدواء او خسارة بالنسبة لفعالية الدواء. A higher concentration of a drug in blood may be achieved because the hepatic metabolism of a drug due to first bath effect is avoided. بالنسبة للبارنترال هو رح يتجنب الفيرست باث effect لأنه ما رح يعبر عن طريق الأوردة الكبدية أو يعبر إلى الكبد مثلا، ما رح يصير ميتابوليزم، فبيكون عندنا تركيز عالي من الدواء ضمن البلد. الثري ادفانتج او the third advantage absorption is complete and predictable. راح يكون في عندنا الابسوربشن كامل وبيكون كافي. In emergency this mode is particularly useful في حالات الطارئة نحن نستخدم البارنترال. If the patient unconscious, uncooperative or vomiting the parenteral therapy become necessary. لما يكون المريض غير واعي او غير متعاون او في عنده vomiting ففي هاي الحالة نحن ممكن نعطي parenteral administration. However there are certain disadvantages. طالما انه له advantage ممكن يكون له بعض disadvantages بالنسبة للبارنترال. It's expensive because the parenteral preparation should be sterilized. رح يجب يكون في عندنا بتكون غالية بالنسبة للبارنترال. Species must be maintained to avoid infection. لازم يكون في عندنا تعقيم لحتى ما يصير في عندنا أي التهاب. لما بدنا نعطي حقنة مثلاً لأي مريض لازم يكون في عندنا تعقيم للمنطقة لحتى ما يصير في عندنا التهابات. An intramuscular injection may be accidentally occur when it's not actually intended. لما يكون في عندنا intravascular injection لازم إحنا نكون حريصين لحتى إنه نعطي الحقنة مثلاً ضمن الفاسكولر لحتى ما يصير في عندنا أي مشاكل أو أي حوادث. بين may accompany for or follow the injection or follow the injection. ممكن يكون في عندنا بالنسبة للمريض بعض الألم برافق مع الحقنة. It requires the service for professionally skilled personnel because it's difficult to the patient for the patient to perform the injection himself. لا طبعا المريض ما راح يقدر ياخذ حقنة عن لحاله، فهو بيحتاج الى سيرفيس او الى مهارة او الى مريض مثلا او دكتور لحتى انه يعطي هاي الانجكشن. بالنسبة للترانسديرمال ادمنستريشن، ترانسديرمال ديليفري سيستم بنسميها الباتش، is easy to use. هي سهلة الاستخدام. Used for lipid soluble drug with low dose and low molecular weight. نحن مستخدمها غالبا للأدوية اللي بتكون طبيعتها دهنية، مثل ما خلينا نحكي مثلا الكريمات أو المراهم. نحن ممكن نستخدمها ترانسديرمال عابرة للجلد. Slow absorption rate may vary. ممكن يختلف عندنا سرعة الأبزوربشن من مركب أو تركيبة إلى أخرى.
بالنسبة للإنهيليشن أند إنترانيزل، بالنسبة للأدوية تعطى عن طريق الأنف البخاخات مثلا أو اللي بنستنشق استنشاق. رابيد أبزوربشن بيكون في عندنا السرعة بالأبزوربشن. توتال دوز أبزوربد إز فاريبل، بتختلف عندنا الجرعات. may be used for local or systemic effect. واحنا زي ما حكينا شفنا بالنسبة لللوكال وبالنسبة للسيستميك ممكن نستخدم الإنهيليشن لإحدى الطريقين. Local drug administration, topical or percutaneous drug administration مثل semi-solid dosage form. Parenteral local drug delivery مثال عليه intracardiac injection. في عندنا ocular drug delivery اللي هي ophthalmic solution اللي بتكون عن طريق العين. Otic preparation والنزل local drug delivery، هاي أنواع بالنسبة لللوكال drug administration اللي نحنا ممكن نستخدمها بالنسبة لللوكال administration، يعني في المنطقة اللي نحنا بنعمل فيها set of action بيكون في نفس المنطقة. When a drug is administered by an extravascular route of administration مثال oral أو topical أو intranasal أو inhalation أو rectal، the drug must first be absorbed into the systemic circulation and then diffuse or be transported to the site of action before eliciting biological and therapeutic activity. يعني لما ناخذ نحن الدرج عن طريق الاكسترافاسكولار يعني خارج الدورة الدموية او خارج الاوعية الدموية مثال عليها عن طريق الفم او توبيكال او عن طريق الانف او عن طريق الشرج، الدواء لازم اول شيء يصير فيه له امتصاص لحتى ينتقل عبر السيستميك سيركوليشن، بعد هيك بننقله الى السايت اوف اكشن الى مكان اللي نحن بدنا نعالج فيه المرض. The general principle and kinetic of absorption from this extravascular site follow the same principle as oral dosing, although the physiology of the site of administration differ. يعني المبادئ اللي راح يتبعها امتصاص الأدوية خارج الأوعية الدموية راح يكون نفس المبادئ اللي بتكون فيها الأورال دوزينج بالنسبة للدواء. Generation of dosage form، التطور اللي صار بالنسبة للدوزج فورم اللي ممكن نحنا نصنعها عبر تطور الصيدلة منذ يعني في الماضي والحاضر وإلى المستقبل. ففي البداية كان في عندنا ما يسمى بالconventional اللي هو unmodified release of API، كان عندنا الactive ingredient active pharmaceutical ingredient المادة الفعالة اللي بتكون موجودة ضمن الدواء راح تتوزع بكافة أنحاء الجسم فما إلها أي توزيع مضبوط أو محكوم تمام، فكانت تنتشر في كافة أنحاء الجسم ممكن يكون في إلها سايد إفكت بالنسبة للعمل تبع الأكتيف إنجريدينت. أما بالمراحل المتطورة في تطور علم الصيدلة في تطور التقنيات المستخدمة في الصيدلة وفي الدوزج فورم صار في عندنا ما يسمى بالنوفل دراج ديليفري سيستم اللي هو النوع المطور من الريليز أوف دراج. في عندنا منحيين رح يتخذوهن هاي الإجراءات أو هذا السيستم، في عندنا في البداية اللي هو الكنترولد ريليز نحن بنتحكم بال يعني نتحكم بالجرعة بنتحكم بإفراز هذا هاي الأكتيف إنجريدينت ضمن الدواء، فقسمناها إلى كابسول وتابلوت وإلى آخره، تابلت أو كابسول أو إلى آخره، فقسمناها إلى تابلت وكابسول. فأما بالنسبة للنوع الثاني أو المنحة الثاني اللي هو targeted distribution، فبيكون في عندنا توزيع موجه بالنسبة للactive ingredient إنه تتجه نحو الـ site of action أو مكان البين أو الألم، زي ما بنشوف هون في عندنا إذا كان في عندنا tumor فالactive ingredient متوجه نحو tumor. أما بالنسبة للقديمة أو conventional بيكون في عندنا الactive ingredient متوزعة في كافة أنحاء الجسم.